بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد عويد العبادي. يعني في كتاب أخير، مش أخير لا، هذا الكتاب اللي نحن بصدده هو باللغة الإنجليزية. لمن لا يعرف أني أنا أخذت الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية في عام 1982، فلا أجد صعوبة في اللغة الإنجليزية لا في الترجمة ولا في الكتابة. والنقطة الثانية التي لابد أن نشير إليها أيضا أن تأليفي أو كتاباتي قائمة على التحليل والتعليل. أنا أؤمن بالمنهج التحليل التعليل، يعني أنا ما أجي لك أحط لك المعلومة وأنت تفسر زي ما بدك، لا، أحط لك المعلومة وأفسر لك إياها وأنا أعطي رأي فيها ضمن السياق والمنهج اللي أنا أتبعه. في هذا الكتاب 3 مجلدات، له قصة طويلة وليس مكانها الآن، ربما في حلقات قادمة. طلب مني أن أكتب شيء واعتذرت، وبعدين عملت هذا الكتاب اسمه التاريخ السياسي للعشائر الأردنية من 7000 قبل الميلاد إلى 2000 ميلادي، يعني 9000 سنة. Political History of the Jordanian Tribes Analytical Study، دراسة تحليلية. فهذا الكتاب يتحدث عن عشائر أردنية. قد لا تصدقون، لكن أنا أثبت ذلك، أنه عشائرنا الأردنية اللي تفكروها أجت مبارح على الأردن، هي موجودة في الأردن من 7000 سنة قبل الميلاد على الأقل. هي موجودة، هي الأردنية. كيف تعرف هذا الشيء؟ تعرف من خلال استمرار العادة، يعني عندهم عادات اللي موجودة عند الحوريين بقيت عند الآدوميين، بقيت عند الأنباط، بقيت عند الأردنيين حاليين. إذن هذا ما إجا من فراغ، رغم أنه الأردن أحياناً كان يصيبها فراغ بكثر بسبب الاكتساحات الاحتلالية وبسبب الأوبئة وبسبب الزلازل وبسبب سخط ربنا عليهم إلى آخره على زمن الأنبياء عندما كفروا بالأنبياء. لكن يعني في عندي شغلة هي أني أكتب لما أجد نص قديم أضع ترجمته باللغة العربية، لأنه العلم الآن والشباب الأكاديميين بيتكلم يعني بيستخدموا اللغة الإنجليزية الحديثة، وأحيانا لا يفهموا أو لا يستطيعوا أن يترجموا صح اللغة الأكاديمية الإنجليزية القديمة. أنا خريج كامبريدج، بعرف اللغة الأمريكية الإنجليزية القديمة، ولذلك بتلاقي مثلا النص بالإنجليزي تلاقي فيه ترجمة له باللغة العربية بسياق الكتاب. الآية القرآنية الكريمة بحطها باللغة العربية وبحطها بالإنجليزي. التوراة بحطها بالعربي بالإنجليزي. الإنجيل بحطه بالعربي بالإنجليزي. فإحنا لما تقرأ تجد أنه ما يصعب عليك شيء، حتى اللي باللغة الإنجليزية ما يصعب عليك، لأنه موجود يعني مختصره باللغة العربية. هذا الكتاب من 3 مجلدات أو 3 أجزاء. الجزء الأول يتحدث عن القديم وكيف الحياة العشائرية في الأردن وكيف الحياة الاجتماعية في الأردن وكيف أنه كان في تواصل مع بعضهم رغم أنهم وثنيين، بس كان في عندهم مثلا مفاهيم موحدة، معتقدات موحدة. حتى مثلا لما كان العمونيين يعبدوا مالكم وهذاك، والمؤابيين اللي بجنبهم يعبدوا كموش، يعني هاي الآلهة تبعهم، بس كانوا تقريبا نفس الطقوس بس تغيير الاسم، يعني تغيير العنوان خلينا نقول، لأنه كان كل عشيرة، يعني كل عشيرة كان لها صنم. لما صارت مملكة صار الصنم للمملكة، لأنه الصنم مهمته كان توحيد العشيرة ثم توحيد البلاد. يعني حتى في القبائل العربية كان كل قبيلة لها، غالبيتهم كان لها صنم، لأنه بالتوحيد. من جملة الأشياء اللي تذكرناها هنا أنه عمرو بن لحي اللي كان سيد مكة المكرمة في الجاهلية، طبعا زمن الوثنية، وكان على دين الحنيفية، فإجا للاستشفاء في منطقة عفرة والبربيطة في حمامات المعدنية، فوجد الناس هنا يعبدون الأصنام. قال طيب ما هذه الأصنام اللي تعبدون؟ قالوا
نستنصر بها على العدو ونستمطر بها المطر. فقال والله نحن أحوج ما نكون إلى أن نستنصر على العدو ونستمطر الوطن. فأخذها معه وغير دين الناس من الحنيفية إلى عبادة الأصنام. فيعني قصدي أن الأردن في التاريخ له أهمية كبيرة جدا في تغيير التاريخ. في الجزء الثاني كمان نحكي عن إنه ما كتب عن الأردن كان خالي من الموضوعية، خالي من العمق، خالي من التحليل. يعني عندما تكتب أنت عن الأردن ما عندك موضوعية، عندك تحيز مباشرة ضدنا، وما عندك تحليل للموضوع، وما عندك موضوعية في الموضوع. يعني شلون بدك تكتب؟ تكتب كلام هجيني ما له قيمة، لكن هذا زبد والزبد يذهب جفاء، وأما ما ينمع الناس فيمكث في الأرض. وبعدين حكينا أنه كيف الأردنيين العشائر كانوا يؤمنون بوجود صنم للقبيلة وشيخ للقبيلة. صنم للقبيلة، الشيخ يوحدهم اجتماعيا والصنم يوحدهم روحيا وكيانا، ويروح لما يحاربوا يقودهم الشيخ ويستنصروا بالصنم. هذه قضايا يعني مهمة. وكيف أن الأردنيين كانوا على علاقات بين عداوة ومحبة وحروب وسلام مع القبائل الأخرى، وكيف أن القبائل الأخرى رغم قوتها ورغم أهميتها على ما عليه الأردن من ماء وخضراء وخير وبركات لم يستطيعوا أن يحتلوا الأردن أو يبقوا في الأردن. يعني حتى اللي أجى من هذه القبائل جاري هم عبارة عن أشخاص، أما ما في قبيلة قدرت تحتل الأردن. وهذا سنأتي إليه كيف أنه القبائل الأردنية على كل ما بينها من صراعات وخلافات، عندما كان يأتي عدو من الخارج كلهم يتحدوا على مبدأ اسمه أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. هذه ثقافة ورثناها من آلاف السنين، هي ليست ثقافة مبارح ولا أول مبارح. ويعني للأسف الشديد يعني عدم وجود الكلام المكتوب عن الأردن هو اللي يعني وصلنا إلى هذا الموضوع. فهذا الكتاب باللغة الإنجليزية إن شاء الله سيصدر ككتاب فيما بعد، ولكن أنا محتفظ فيه وحطيت كل ما لدي من معلومات عن تاريخ العشائر الأردنية السياسي بالتحليل والتعليل، حطيته في كتاب للأجيال القادمة لا بد أن يرى النور ذات يوم. ونحن يعني لما نذكر هذه الكتب نذكر كمان أيضا جهودنا الكبيرة والجبارة. ما عندنا وقت فراغ، يعني إحنا عندنا الأردن هي مشروع وطني، والكتاب عن الأردن مشروع وطني، وهذه بلدنا ويجب أن نحبها ويجب أن نحترمها ويجب أن نخلص إلها ويجب أن نبينها ونكتب عنها. وما بصير إحنا نكون حيط واطي على رأي الأردنيين زغر شتافنا، إنه لا إحنا شعب عتيق، شعب عظيم، شعب كريم، شعب على علاقة مع كل ممالك العالم، شعب اكتشف الأمريكتين، اكتشف القارة القطبية الجنوبية، شعب له آثار في كل العالم. وكل أردني اللي يخرج إلى الخارج الآن عندهم إبداعات سياسية وعلمية وأكاديمية تتفوق على كثير من من الأفراد من شعوب تعتبر نفسها أنها مهمة وكبيرة. فإحنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أدينا المهمة، وإن شاء الله نبدأ بعدها بالتفاصيل مش المملة، التفاصيل الطيبة لكم وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.